وليعلم طالب العلم أنه ما أنعم الله عز وجل عليك بنعمة بعد نعمة الإسلام كنعمة طلب العلم. إذا أنعم الله عز وجل عليك بعد نعمة الإسلام والسنة طبعا بنعمة هي أعظم وأجل من نعمة العلم. من رزق هذا العلم فقد رزق خيرا كثيرا، ولكن احرص على تحصيل هذا العلم، واحرص على أنك إذا تعلمت ألا تريد بهذا العلم علوا ولا فسادا في الأرض ولا رفعة. إذا رأيت العالم أو طالب العلم يبتعد عن الظهور ولا يحرص على التقدم فهذا بأمر الله عز وجل هو المستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأن دائما راجع نفسك واحرص على ألا تظهر، وانظر لكلام الإمام الشافعي الذي جعل الله عز وجل كلامه حجة على الناس إلى زماننا. الناس كما قال أحمد هذا له منا في أعناق الناس، يقصد الشافعي، من كلام الشافعي وكلامه بليغ يعني عجيب كثير، لكن من كلامه أنه قال لقد وددت أن هذا العلم يعني الذي ألفه بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف. وبعض الناس يغضب إذا نقلت منه كلمة ولم تنسب إليه، بل يغضب إذا خولف رأيه. وقد قال الشافعي كذلك قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. واعلم دائما أنه مهما تحصلت عليه من علم فإن علمك لا ينقص من علم الله جل وعلا، إلا كما قال الخضر لموسى كما نقص هذا العصفور من اليم لما شرب منه. وقد قال الشافعي كذلك إن العلم أربعة أرباع، ربع من تعلمه ظن أنه أعلم الناس. وهذا تجده في المبتدئين في طلب العلم، في أول طلبه العلم يحفظ بعض المتون ويرى أن بعضا ممن يجارسهم بل ربما ممن هم أكبر منه لم يحفظوا هذه المتون، فيظن أنه أعلم أهل البلد، ويظن أنه قد فاقز أهل الزمان، وأنه قد استوت أو استوى رأسه برؤوس الأوائل كشعبة وأحمد ويحيى والشافعي ومالك وغيرهم من الأئمة. هذا الربع الأول قال إذا تعلمه ظن أنه أعلم الناس، وكل الناس إذا مر بهذا الربع سيجد هذا الشعور. ثم الربع الثاني إذا تعلمه علم أنه قد فاته من العلم شيء، وأنه يحتاج إلى علم العلم، إذ به يعلم أن العلم واسع وليس سهلا. قال والربع الثالث إذا تعلمه علم أن ما فاته أكثر بكثير مما تحصل، فما تحصل عليه لا يعادل واحدا من عشر معشار عشر ما هو عند غيره من أهل العلم. قال وأما الربع الرابع فلا يعلمه أحد إلا أن يكون نبيا من أنبياء الله. إذا العلم واسع والعلم كبير، والشخص إذا استشعر أن العلم كبير حقر نفسه، ويعلم الشخص أن ما أوتيه إنما هو هبة من الله عز وجل، فلا يتكبر ولا يتجبر ولا يطغى. وقد قال بعض السلف إن للعلم طغيانا، قال عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك إن للعلم طغيانا كطغيان المال. ليش أنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة؟ لأن ألاحظ في طلبة العلم خاصة في ابتدائه، أي في ابتداء طلب العلم، يأتيه طغيان العلم ويرى في نفسه الإعجاب، فلربما كان حاضرا في الجامعة عند أستاذه ويرى أنه أعلم من أستاذه، وأن هذا لم يأتي بجديد، وأن عنده من الأخطاء والتقصير وهكذا، فلربما فوت على نفسه من العلم الشيء الكثير بسبب ذلك. ولكن الإنسان كلما استقر في نفسه هذه المعاني فإنه حينئذ بأمر الله عز وجل يكون أقرب للمسلك الصحيح في تحصيل العلم الذي ينفع الله عز وجل به.